السلام عليكم. اليوم راح نعلمكم طريقة تقليم أشجار الرمان. نقص هذين العدلات نقطعهن على مود الرمان يطلع قوي، يعني يصير كبار، رمان كبار. لازم نقطع كل العدلات. ورا ما قصينا العدلات نبقي الشجرة بهالشكل. هذه الطريقة الصحيحة. ان شاء الله تستفادون من الفيديو. هو بصراحة الطريقة يعني كلش سهلة. ان شاء الله يعجبكم فيديو. لا تنسون اشتركوا على قناتي وتفعيل الجرس، واذا اعجبكم فيديو سووا اعجاب على فيديو. مع السلامة.